اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المقلوبه، مقلوبه بالقرنبيط. دايما لما بيظهر القرنبيط بنستغله، بنعمله مقلي، بنعمله طاجن، بنعمله مشوي، بنعمله كريسبي. النهارده هنعمله مقلوبه باللحمه ونشوف ازاي مقلوبة القرنبيط باللحمة، هل هي واخدة الجنسية؟ انا مع الاكلة اللي تتعمل تاخد لقب اللي عاملها، دي مصرية بنت مصرية بما ان هي هتتعمل بالاكل المصري. بعض اخواننا الاردنيين والفلسطينيين والشوام يقول لك اكلة المقلوبة بتاعتنا، مفيش حاجة بتاعت حد، بتاعت حد دي باللي بيعملها، رز مصري تبقى هي مصرية. هشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، مكوناتها في متناول الجميع. معانا عدلها النهارده سلطة الخيار بالزبادي مع النعناع، هو ده عدل المقلوبة، عدل الكبسة، عدل البرياني، الحاجات اللطيفة اللي بيبقى فيها رز بمكونات مختلفة، دايما بتكون سلطة الزبادي هي السيد على السفرة. ولكن المفاجأة النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس كالعادة من الشيف المغازي، معانا المافن. مافن بالشوكولاه، مافن بالشوفان، مافن بالفراولة، كل ده عدى علينا. ولكن نعمل المافن بالعدس، ده الجديد. العدس النهارده ابو جبه، العدس الاسمر اللطيف من خير ارضنا. ازاي نعمله مافن للاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا العدس؟ هنعمله مافن ازاي بما ان العدس مكوناته الغذائيه كبيره جدا بما فيهم البروتين النباتي اللطيف الجميل. مكوناته عدس اسمر مسلوق، معاها جزر، معاها الدقيق، معاها البيض، معاها طبعا فليفر من البصل والثوم وبهارات لطيفه. ولكن عايز اقول لحضراتكم العدس بيلعب دور مهم جدا في التكوين الجسماني للاطفال وللكبار. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل طبعا اكيد في مفاجآت وفي حقوق الطبع لدينا وبس مع فان مع ماف مع مافن للكبار والصغار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما مشاهدينا ومتابعينا بيقولوا يا شيف مغازي بيعجبنا فيك لما تقول وحقوق الطبع لدينا وبس. بالفعل بتكون جايب لنا افكار جديده سهله وبسيطه، والاحسن من كده ان هي في متناول الجميع. معانا العدس الاسمر ابو الجبه، تعالوا نحطه قدام الاطفال. كل يا ابن عدس يقول لك مش بحبه يا ماما، انا عايز فراخ كريسبي، عايز جمبري، عايز لحمه، عايز كباب، عايز شيش طاووق وهكذا. ولكن معانا عدس ابو جبه النهارده الاسمر اللطيف اللي كون ابطال، هنشوف نعمله مافن ازاي بمكونات بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه. معانا عدس اسمر ابو جبه يتسلق بعد ما يتنقع في ميه، وبعدين يتسلق مع قليل من الكمون وعصره ليمون للتخلص من الغازات، ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ده العدس ابو جبه الاسمر الحلو، لما بيجي الشتاء بيكون ضيف في كل البيوت العربيه والمصريه. اهو ده العدس الاسمر الحلو، هاتيه اغسليه مره واثنين وثلاثه يا ست الكل يا ست الحبايب يا امي، وبعدين تغسليه في ميه بكمون بشويه ليمون عشان نخلص من الغازات بتاعته. معانا لطيف وجميل، وطبعا لازم يبرد قبل ما نحطه على البيض. ومعانا جزر، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا ما تنسيش من البيض ثلاث بيضات ورشه ملح وشويه كمون مع البصل والثوم. ولكن يا شيف مغازي البصل والثوم هنا مع المافن، لما نيجي ناكل المافن هتبقى ريحه البصل والثوم في قلب المافن مش لطيفه، اطفالنا ممكن ينفروا منها وما يعجبهمش. هتعمل ايه هنا؟ فخليكي معايا واحده واحده كده ونشوف ازاي نعمل مافن بالعدس الاسمر وحقوق الطبع لدينا وبس. الطبيعي بجيب طاسه على النار، بحط في الطاسه دي معلقه زيت صغيره، وباخد بصلايه ناعمه مع فص ثوم لطيف واشوحهم على النار عشان اخد طعمهم وريحتهم. ويا داخل ما بين البصله والقشرته ما ينوبك الا حلاوتها وجمالها. شايفه البصلايه الحلوه دي كده؟ دي اللي هتخش جوه المافن، زودت منها مفيش مشكله. فكره عمل المافن بالعدس فكره لطيفه وجميله وبسيطه وسهله. معانا بصل اخضر، مافن حاجه كده بنت عم الكب كيك، بتتعمل في القوالب بتاعه الكب كيك اللي معانا دي اهي قدام حضراتكم برضو عشان نتذكرها.
تشتري القوالب دي من اي محل بتاع ادوات منزليه، 3 تعريفة من مصروف البيت، وتعملي بقى افكار كبيره قوي. على فكره بصل الاخضر يتقطع كده، باخد العروق بتاعته، هيبقى في ليفر معايا، شويه بصل حلوين معايا، البصليه بتتحمر على النار، باخدها بشوحها بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اوعى تحطي بصلايه نيه جوه افكار حلوه زي اللي بعملها دي، زي مافن بالعدس، مافن بالدجاج، مافن بالخضار. حلو، اقوم احط على البصلايه دي فص توم حلو. احنا هنا بنأسس قيمه غذائيه عاليه جدا لاطفالنا الحلوين، اللي احنا دورنا الابوي الام والاب ان احنا نهتم بيهم في السنين الاولى من عمرهم. اهو العدس قيمه غذائيه عاليه جدا من البروتين النباتي. والعدس الاسمر بالذات، لانه طبعا قشرياته وعدس حبه كامله، العدس الاصفر هو الاسمر طبعا، ولكن بعد ما بتتشال القشره بيبقى ايه اصفر، عشان نعرف ان هو واحد. ادي البصلايه كده اهتميت بيها مع التومه، مع معلقه كمون صغيره، مع شويه ملح حلوين، سنه فلفل صغيره، واقلبهم كده، واخد البصلايه الحلوه دي كده. ده الطعم هنا بقى بالشكل ده كده اهو. دي نقلب كده يا عم الشيف زي الفل. هعمل ايه بعد كده مع بعض؟ واحده واحده اشيل الخليط ده كده واركنه على جنب بعيد عن النار. طبيعي عايز اخد الفليفر والطعم. بعمل ايه يا عم الشيف؟ قليل من الحليب بس خلاص. هناخد التركيبه الحلوه دي كده، الحليب طبعا نازل بارد هنا فبيعمل عمليه تبريد كده، واسيبهم على جنب. دي اول خطوه. تاني علشان دي مهمه جدا على فكره، التركية هنا بصل حمرته بزيت زيتون، حطيت عليه توابل من الكمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، نزلت بشويه توم حلوين ناعمين قلبتهم مع بعض، سبتهم لما يستووا على النار، بعدين نزلت بشويه حليب بعيده عن النار. حلو، عندنا بوله حلوه، ونبدا نشتغل في طريقه عمل المافن الطبيعي زيه زي الكب كيك. معانا العدس قدام حضراتكم اهوت، معانا من البيض 3 بيضات، اذا كانوا كبار اهلا وسهلا، صغار اهلا وسهلا بالشكل ده كده زي الفل. معانا كمان واحده، لما بنيجي نعمل كيكه الطبيعي بنحط فانيليا علشان الزفاره بتاعه البيض، اما اذا هعمل مافن بالشكل ده كده بحط رشه فلفل اسود بديله للفانيليا كده، مفيش زفاره في البيض. واقلب البيض كده، لغايه لما اخد المزيج الجميل الحلو. بص على القوام، هو ده كده البيض بسلامه. في ايام الشتاء عموما البيض اللي هو بيعتبر فاسد او ان هو غير صالح بيبقى قليل جدا، نادر في ايام الشتاء، اما ايام الصيف مع يعني لازم طبعا يحتفظ بيه في الثلاجه. معانا البيض كده زي الفل، بننزل بشويه البصل الاخضر الحلوين اللي احنا مقطعينهم دول. الله عليك يا عم الشيف. بننزل بالدقيق بتاعنا، مكونات الدقيقه دي يا عم الشيف هنا في الكلام يعني هو المفروض كوبايتين من الدقيق. احنا هننزل كده، ادي واحد، ادي اتنين، وكده اعتقد كوبايتين بيكنج باودر. ده البطل هنا بقى، الماده الرافعه، العضلات، البودي جارد بتاع المافن او الكب كيك او الكيكه هو البيكنج باودر، ويفضل اختباره قبل استخدامه. يختبروا ازاي ان هو صالح في ايام الرطوبه بالذات؟ بنحط معلقه بيكنج باودر في كوبايه ونحط عليها ميه، فارد زي الفوار، يبقى بسلام وامان، يصلح استخدامه. محلك سرك ويتدوب زي الملح، يبقى كده داخل له
برودة أو رطوبة وكده ما ينفعش إن أنا أستخدمه. هنحطهم هنا كده زي الفل ونقلب الخليط ده كده. بالشكل ده كده. هنحتاج في المكونات بتاعتنا من الزيت معلقة زيت صغيرة أو معلقتين. معانا الخليط اللي احنا مجهزينه مسبقا وحضراتكم فاكرينه بدأنا بيه. الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوة دي؟ نقلب كل ده مع بعضه بالمعلقة الخشبية دي كده. بنأسس دلوقتي مكون غذائي قيمته الغذائية عالية جدا. خلي بالك الجزر فيه سوائل اللي انا هضيفه دلوقتي، فهنا نتحكم في نسبة السوائل. شفت كده ده زي الفل. ننزل بشوية جزر حلوين يديني طعم السكريات. ننزل بالعدس بتاعنا. والله فكرة يا مغازي دي، تسلم ايدك والله. ده الولاد مش بياكلوا العدس، بيحبوه شوربة بس. ناخد المقدار ده كده كده مع بعضه ونبدأ نقلبه كله مع بعضه بالشكل ده كده. الله، خلي بالك هنا تظبطي السوائل عشان الجزر هيدينا سوائل، واحنا هنا ملتزمين بكمية السائل اللي موجودة في المافن. الله. تاني المكونات بتاعتنا، فريق العمل استأذنه في مكونات الوصفة الجديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. بيض، 3 بيضات من الدقيق كوبايتين، عدس نص كوب يتسلق ناخد شوية حسب الاستخدام، معانا من الجزر جزرية مبشورة، بصلاية وتومة حمرناها مع النار مع زيت زيتون مع البهارات الحلوة. بقى معانا العيار بالشكل ده كده زي الفل. معانا القوالب بتاعة الكب كيك ونوزع الخليط ده في القوالب واحنا مع بعض اهو من غير اي حاجة، لا تحط مادة دهنية ولا اي حاجة. بتجيب معلقة، اللهم صل على النبي، وبولة كده فيها شوية مية صغيرين أو شوية حليب علشان تقدر توزع الخليط بالتساوي. المكونات دي لطيفة هي زي الفل. معلقة في الحليب وناخد كده وننزل هنا كده يا عم الشيف. الله، ايه الحلاوة ده؟ ينفع فطار، أحلى فطار. ينفع وجبة عشاء لطيفة مع كوباية عصير لأولادك، أهلا وسهلا. ينفع ابنك ياخده في اللانش بوكس بتاعه ورايح على المدرسة، ينفع كل ده. مكوناته في متناول الجميع. العدس أبو جبة الأسمر الحلو، جزرة مبشورة، بتحط المعلقة في مية ليه يا عم الشيف؟ علشان تطلع معايا زي الشعرة من العجينة. وحقوق الطبع لدينا وبس. البعض بيسألني على السوشيال ميديا أو بنتقابل مع بعض مشاهدينا ومحبينا يقول لك يا شيف مغازي بتجيب الأفكار دي منين؟ حبك للمطبخ يا أم. المقادير على الشاشة، صورها بالتليفون أو اكتبيها ورايا تاني من فضلك عشان الأكلة دي مهمة جدا، صغير وكبير، ودايما تفاجئهم بالأفكار الحلوة دي. دي جواها عدس أسمر اللي احنا محددين إقامته مع طبق كشري وبس. مش عارف ليه شيف عمله النهاردة مافن، ممكن نعمله برجر. نوزع الخليط كده بالشكل ده كده بالتساوي. درجة حرارة الفرن عندنا 180. حاضر، ما عشان ندي لها مساحة تطلع، مخرجنا عايز يملاها على الآخر. طبيعي، مخرج عينه حلوة عايز يشوف حاجة حلوة. أنا عايز أدي مساحة للمافن يطلع لأن في عضلات هنا، في مادة رافعة هنا. درجة حرارة الفرن عندي 180. بندخلها الفرن بعد التوزيع ما بين قوالب المافن بالتساوي عشان يطلعوا كلهم زي بعض. نسمع كلام مخرجنا نملاها شوية. انت كريم وبنستاهل.
ممكن تعمليها على فكرة أكبر من كده، ممكن تعمليها قالب زي قالب التوست عادي، مفيش أي مشكلة، اختياري برضو يعني. جاي على بالك تعمليه قالب زي الكيكة؟ مفيش مشكلة. بس أنا حابب المافن ليه؟ عشان الأولاد بيحبوا الحاجات الصغيرة اللطيفة اللي فيها خصوصية دي. ياخد كوباية العصير والمافيناية بتاعته، تعالوا مع بعض ندخلها الفرن في درجة حرارة 180 زي ما هي كده، ونأمن على درجة حرارة الفرن، وده مهم جدا لأن وضعها في الفرن بيلعب 50% أو 60% من عملية التسوية. في المكان ده حلو قوي، ارتفاع 5 سم ما بين أرضية الفرن وما بين الحرارة. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن، اللهم صل على النبي، زي ما هي كده أهي. مخرجنا الجميل، نعلي الفرن كده درجة حرارة 180، والصورة من داخل الفرن بتعني مليون كلمة بمكونات غذائية تعلو قمة الهرم. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع لأكلة مشهورة جدا في المطبخ الشامي، المطبخ الأردني، المطبخ الفلسطيني، ويقولوا دي بتاعتنا، دي بتاعت اللي يعملها زي الشيف المغازي اللي دمه خفيف. هتروحوا بإيه؟ تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تعمل ايه يا مغازي النهارده؟ بعمل مقلوبة، مقلوبة بالبتنجان، مقلوبة بالأرنبيط، مقلوبة بالسمك، مقلوبة باللحمة، مقلوبة بالدجاج، دي كلها مسميات لطبق رز يحتوي على، ولكن لازم رز مصري وتحتها خط. المقلوبة ما تتعملش غير بالرز المصري ولكن معاها أرنبيط أو بتنجان، ده اختياري. المقادير على الشاشة، معانا أرنبيط من خير أرضنا، ملك الدرنيات، درنيات يعني الجذور تعوق في الأرض، ومعانا لحم كندوز، ومعانا طبعا رز مصري ده الأساس، وبصل وتوم وشوية بهارات وشوية حب. وإزاي نعمل المقلوبة مع بعض بمدرسة المغازي، وهنشوف نعملها إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. يسبقني على النار طاسة شديدة الحرارة فيها قليل من زيت الزيتون، بحمر بصلايا لأن عايز البصلايا المتحمرة الجميلة تلعب دور مهم جدا في طعم شوية الرز المصري. على النار بسبق الوقت كده وبخليها تتحمر، ومعانا لحم، ومعانا رز مصري، ومعانا طماطم وبصل وتوم وشوية بهارات الأساسي فيهم الكمون. ليه الكمون؟ لأن الأرنبيط زي الكرنب من الخضروات اللي ممكن تعمل غازات أو تهيج القولون أو تعمل مشاكل مع القولون. من نعم ربنا علينا الكمون المطحون الحصى أو المطحون الطازة أو المسحوق منه، ده بيقلل وبيعالج مشاكل القولون مع الخضروات زي الأرنبيط أو الكرنب. البصلية على النار تتحمر كده بالشكل ده كده، تديني لون، واصبر عليها شوية. معايا لحمة بحمرها شوية واسويها تقريبا 3/4 سوا بالشكل ده كده في طاسة أو في صينية اللي أنا هشتغل فيها المقلوبة. نجيب طبق كده حلو ونتبل اللحمة دي. نعم نعم يا حبيبي نعم، تبص عليه ماشي بعينك الحلوة دي، عايز تشوف المافن عامل ايه في الفرن، ايه اخبار العدس الاسمر لما عرفناه على بيض وبصل اخضر عروقه مع شوية بهارات مع الدقيق والبيكنج باودر. دي اللحم بتاعنا الجميل الحلو، نتبل حتة اللحمة دي بشوية توم مع قليل من الفلفلة الحلوة يديني طعم، شوية الملح الحلوين، بهاراتك يا عم الشيف فلفل اسود مع ملح، وتعالوا مع بعض نحمر اللحمة دي كده بالشكل ده كده. ممكن نستبدل اللحم ده بدجاج، تبقى مقلوبة بالدجاج والأرنبيط، دي مقلوبة بالأرنبيط واللحم. عينيا حبيبي سلام، بتيجي في وقتك دايما، ايه الحلاوه والجمال ده. معانا بصلات حمرت تحميره قويه كانك هتعملي شوربه بصل، بنحط عليها صوص طماطم. يا ويلي يا ويلي، شفتوا الطماطميه دي مش عايزه تنضرب في الخلاط. ونسيب دول على النار يغلوا. ليه يا عم الشيف؟ هم دول الطعم بتاع الرز. ناخد اللحم بتاعنا ده كده، الله، هو ده هو ده، ها
انا عايز الصينيه دي هعمل فيها المقلوبه، عشان كده بحمر فيها اللحمه. خلي بالك الطعم كله هيبقى في الصينيه دلوقتي. واسيب اللحمه دي تتحمر من وقت للتاني. الله الله، ريحه الفلفله الحلوه في التحميره ده مطلوب. واسيب اللحمه تستوي، واسيب البصلايه مع التومه بيغلوا على النار مع صوص طماطم، واحط معلقه فلفله حلوه كده على النار ونقلب كده. توابلنا هنا ملح وفلفل. البعض المدارس بتساوي الرز بتاع المقلوبة نص سوى، اللي زينا كده بنعمل شو على الشاشة والوقت بيحكمنا، فطبيعي انك انت لما تساوي الرز نص سوى مفيش مشكلة، ودي مدرسة. المدرسة التانية ان الرز بينزل ني مع مكونات اللحم والقرنبيط في قلب الصينية وتخش الفرن. طب ايهما افضل وايهما امن؟ انك تساوي الرز نص سوى، ده الطبيعي، بتضمن ان الرز استوى وده مش هيأثر على شكل المقلوبة. بنخلي الصوص ده على النار، شوية بهارات حلوين، شوية كمون، دي توابل للرز، فلفل اسود التمام والملح كده. الصوص بتاعي جاهز بتاع المقلوبة واسيبه يغلي على النار. صوص طماطم عادي، لو عندك في التلاجة صوص طماطم مسبقا بتاع بيتزا انت عاملاه مفيش اي مشكلة. نبص على المافن بتاعنا اخباره ايه؟ مش انت عايزها تتملي وتعلى؟ شوف بقى الكلام، شفت بقى القاعدة الطهوية، بنعمل محشي كوسة ما نحشاش للآخر، بنعمل مافن ما نحطش الكمية بتاعت القالب للآخر، بنعمل كب كيك وهكذا. بص على الحلاوة، بص على الشهاوة، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. عدسة أبو جبة طبعا طورناه وتطوير إن احنا نعمله مافن، الصورة حلوة في قلب الفرن، هنشوفها دلوقتي بتتغرف في الطبق إزاي. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لمكونات المقلوبة البسيطة السهلة. اللحمة المفروض تستوي، معانا صوص طماطم بيتعطى على النار، معانا قرنبيط هيتحمر في قلب الزيت نص تحميرة، ونعرف ازاي نعمل المقلوبة. وبعد الفاصل نقول لحضراتكم سموها مقلوبة ليه؟ الكلام ده هنجاوب عليه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معانا مخرج شاطر، معانا فرسان التلفزيون المصري. الرز المصري هنا تقريبا ثلاث ارباع سوى، ودي قاعدة بسيطة وسهلة. اللحم بتاعنا الشرايح الجميل الحلو طبعا حمرناه بعد ما تبلناه، كأنك بتشوي لحم خالص بالشكل ده كده، وحطينا عليها طبعا شقشاء مية كده علشان تستوي وتديني ايه شطارتها وحلاوتها كده لحتة اللحمة، مع شقشاء مية البهريز بتاع البصلة والتومة بتاع التتبيل. جوزك بيحب السبايسي، حطينا قرن فلفل حار في قلبها كده وجاهزة معانا. ومعانا قرنبيط بيتحمر بالشكل ده كده في قلب الزيت. ينفع نحط القرنبيط ني؟ ما ينفعش، لازم القرنبيط بتاع المقلوبة يتحمر قبل ما نحطه في الرز واللحم أو الدجاج بالشكل ده كده. رفعناه من الزيت ونخليه يصفي زيته. نعم يا غالي، عينيا، حاضر. بيقول لي فين العدس؟ العدس مع الكشري سخنة، خلي بالك. الله، وريني الحلاوة والشقاوة. ده مافن العدس الأسمر أبو عيون سمرة اللطيف الجميل وحقوق الطبع لدينا وبس. نبدأ نرص المقلوبة بالشكل ده كده، لحم قرنبيط عشان ندخلها برضو شوية الفرن، واحنا واقفين كده اهوت. ممكن تحط طبقات من اللحم، طبقات من القرنبيط. نعم يا غالي، تدفع كام واجاوبك على السؤال ده حبيبي؟ ليه سموها مقلوبة؟ حلو قوي، لأن قبل ما نفكر نعمل المقلوبة لازم تستعيني بالجيران، والنبي وصى على سبع جار. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني يكون عندك صينية تقريبا على قد الطبق اللي هتعملي فيه المقلوبة، مدورة
طبعا المقلوبه يفضل ان هي تتعمل في صينيه مدوره بالشكل ده كده. اه شفت الشقاوه دي؟ الله زي الفل، خلصت المقلوبه. ايه الشطاره دي؟ وادورها كده، فيها كل حاجه، فيها اللحم، فيها الارنبيط، فيها الحب، وهي على النار. خلي بالك الاساس هنا متاسس. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني في شويه لحمه متحمرين بالبهريز او بالشوربه بتاعتهم في ارضيه الصينيه، ولازم تامنها على الطبق اللي هتغرفي فيه المقلوبه او هتقلبيها فيه بالشكل ده كده، وندخلها في درجه حراره دلوقتي ونسيبها تستوي، لان عدل المقلوبه دي يا مغازي سلطه الزبادي بالخيار. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. هزه والثانيه والثالثه وندخلها الفرن. نعم والله سؤال وجيه. قال لك بتهزها ليه يا عم الشيف؟ بهزها عشان تبين حلاوتها، بهزها علشان القرنبيط مع اللحم مع الرز كله يبقى نعمين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك، هو ده الشغل. العدسه من الحلاوه للجمال ومن الجمال للحلاوه. مافن العدس. اقفل الفرن يا مخرجنا يا جميل، اقفل يا سمسم اقفل. اه يلا مع السلامة. تعالوا نشوفوا المافن بتاعنا. الله نعم والله مع القهوة ينفع، بس لازم تكون عم جاهز شوكولاه يعني. اه هو العدس طبعا ظاهر جوه المافن كأنه شوكولاه، بيني وبينكم يعني هو أحلى من الشوكولاه، قيمته الغذائية عالية جدا، العدس الأسمر بالذات، والريحة لطيفة وحلوة جميلة. بالله عليك يا ست الكل، يا أمي يا غالية، يا ست الحبايب، تجربيه النهارده لاولادك وتدعي لي دعوه حلوه بس. حلو، تعالوا مع بعض نعمل سلطه الخيار بالزبادي والنعناع. يا بتاع النعناع يا منعنع. معانا نعناع اخضر، اوراق النعناع، معانا زبادي، تجيب العرض اللي هو 6 علب يوفر لك زي الفل، هي دي الكميه تقريبا. ومعانا توم، ومعانا خيار، معانا شوية ملح مع عصرة ليمون مع قليل من زيت الزيتون، ودايما بسيب الطبق السلطة للآخر أسلى فيه، والمقلوبة في الفرن، ده الطبيعي. نعم نمسك الخيار كده. البعض دي مدارس بقى، بيقشر الخيار لما نعمله سلطة، والبعض يبشر الخيار لما يعمله سلطة. ولما أقصد سلطة وأنا شغال يعني مع الزبادي، والبعض يقطع الخيار قطع صغيرة مع الزبادي. وفي كل الحالات هي سلطة الزبادي بالخيار، ولكن ولادك بيحبوا ايه وهما بياكلوا الزبادي ما يحسوش بطعم الخيار، تبقى تبشريه وتقشريه. احب اشوف جمال الخيار وخضار الخيار في قلب الزبادي، خليه زي ما هو. تحب تقطعيه مكعبات صغيرة، من الناس اللي بتحب طعم الخيار يسبق طعم الزبادي، تبقى تقطعيه مربعات صغيرة اللي هو المصطلح الطهوي كريهات صغيرة، يعني مكعبات صغيرة. ده نعناع، عشان هنحط توم كتير، وإضافة النعناع الأخضر بتاعنا الجميل الحلو ده كده للتوم مع الزبادي بيقلل رائحة التوم في الفم. اوعي تغسلي النعناع بعد ما تقطفيه كده، غسلتيه وهو في عروقه زي الفل زي اللي معايا ده كده، يبدأ تفرميه. تاخديه بقى تغسليه تاني، ده غلط، هتفقدي جزء كبير من الزيوت الطيارة اللي موجودة في النعناع الأخضر ده كده. أنا بدأت بيها. نعم المقلوبة في الفرن أنا يعني سايبها بقى إيه، هي ونصيبها تكمل سواها، ينسجمون مع بعض الثلاثي، الرز مع الأرنبيط مع اللحم. آه نعناع فرم كده، ممكن تحطي نعناع يابس، ما هو اليابس
نعناع ناشف. انا مش شخص لدي عايز طعم النعناع فيها. رشه ملح صغيره، قليل من الثوم او كثير من الثوم وده اختياري. الله عليك. عصره ليمون، زيت زيتون، ومضرب في ايدك وانت جاي، ربنا يصلح ما بين ايدك. اهو بس خلاص نقلب كل دول مع بعض تقليبه حلوه. طعم هنا اهو. دي صلصه لطيفه، صلصه النعناع، عباره عن نعناع وتوم وزيت زيتون وعصره ليمون اللي هي عصره حامض. تقليبه حلوه. يلا بينا هناخد الخيار الحلو ده كده. انت انا مدرسه يا عم المغازي، انا من مدرسه الخياره ببركتها. يعني الخيار زي ما هو كده بتتحكي. اه والله العظيم بحب خضار الخيار. اه والتقطيع اللي انا بقطعها دي كده. ايوه اتعوري دي. شفت انا ماسك السكينه ازاي؟ وماسك الخياره ازاي؟ تاني في النص واجيبها كده. ونفس القصه واخدهم كلهم كده حزمه واحده مترابطه. فين الاول حبيبنا؟ فين؟ زي الفل. السطور حبيبي. شفت التقطيعه دي؟ سهله القصه. ولا تبشريه ولا حاجه، لانك لو بشرتيه هتفقدي جزء كبير من ميه الخيار اللي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا واللي هي بتساعد على الهضم. الخيار البلدي بتاعنا بالذات. تسلم ايدك. ناخد الخيار ده يا عم الشيف نسقطه هنا كده. دي مدارس والله. انت بقى واخده انك تبشر الخيار بعد ما تقشريه او زي ما هو سليم، برضو اختياري زي ما هو كده. ننزل بالزبادي بتاعنا. الله. وده ما يتقلبش بمضرب، حلو يتقلب بسباتيولا كده على الخفيف. الله ايه الحلاوه دي اهي. شفت الحلاوه دي بقى؟ سلطه حلوه جميله الواحد ياكل منها معلقه واثنين وثلاثه واربعه. مع مقلوب، مع مقلوبه مش هتقول لا، مع كبسه مش هتقول لا، مع برياني مش هيقول لا، مع مندي مش هيقول لا. الف هنا. فيها الليمون الحامض، فيها زيت الزيتون. هنقلب المقلوبه دلوقتي مع بعض. ايه السلطه الحلوه دي؟ عود نعناع اخضر حلو كده، دلالها ودلعها الطبيعي. الجرنش ده بتاعك بقى، بعض يحط رشه زيت زيتون عليها زي ما انا هعمل دلوقتي، بعض يحط نعناع اخضر، بعض يحط بابريكا، وده اختياري. شفت الحلاوه والجمال ده؟ هو ليه حرمني من الصوره الحلوه؟ الله يسامحك، الله يسامحك، بس الله يسامحك. استاذ احمد عوض هنا، خلي بالك هشتكيك له. تعالوا مع بعض نقلب المقلوبه بتاعتنا الحلوه. ايه الاخبار؟ بص على المقلوبه وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهي خليك تبص عليها وتدلعها قبل ما اقلبها. مقلوبه اهي، بص عليها قالب. انا مش شايف حاجه بقى، قول لي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ قول لي يا استاذ احمد. اهو اهو اهو. سموها مقلوبه ليه؟ سموها مقلوبه ليه؟ سمعني في الاربيز عشان بتتقلب. الله الله عليك يا شيف. تعالوا بقى نشيلها ونقلبها مع بعض. بس سلة انا بلعب. ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. بتدوري على لحم فيها، بتدوري على ارنبيط فيها، بتدوري على حب فيها. ايه هو الحب من وجهه نظرك يا عم الشيف عشان الناس تفهمك صح؟ حبك للمطبخ، حبك لاولادك، حبك لاسرتك، حبك للاسره اللي انت بتشتغلي على انك تسعديها، حبك لضيوفك الحلوين. عدلها بصل اخضر، سلطه خضراء، سلطه الزبادي اللي عملتها دلوقتي. وجود البصل الاخضر وخاصة في أيام الشتاء قيمته الغذائية عالية جدا، بيلعب دور مهم فيه.
الأكسدة، مضادات أكسدة، علاج البرد والإنفلونزا بالذات والرشح، بصل الأخضر. أهو أنا عاشق للبصل الأخضر. ألف هنا وشفا. أنا حبيبي أجرنشها بالبصل الأخضر. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ الله على الدماغ بتاعة البصل الأخضر دي وبياضها وحلاوها. يلا بينا حلقتنا النهاردة، صورة حلوة تتحدث عن نفسها، وكما قال الشيف المغازي وكثير القول، الصورة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية تعني مليون كلمة، وهذا بالفعل مقلوبة من المطبخ المصري واللي عاملها مصر بخفة دم مصرية، بما ان هي يحتوي على الرز المصري البطل بتاعها. ومعانا مافن العدس الاصفر الحلو كمان من ارض مصرية، عدلهم سلطة زبادي بالخيار، واخدة شوية حب فليفر من النعناع والثوم. يعني رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.